من الأمور اللي مزيان أنك تهتم بها من البداية في تصميم المتجر ديالك هو يكون عندك شعار خاص بك كيمثل العلامة التجارية ديالك وكتعرف به لدى العملاء. نفس الشيء بالنسبة للأيقونة المفضلة اللي كيبقى دورها مهم من الناحية الجمالية على الأقل بالنسبة لموقع المتجر ديالك، هي هذه اللي كتكون فوق هنايا وممكن تلاحظها في كل المواقع اللي كتصفحها، بالإضافة لأنها كتدعم وكتعزز الهوية البصرية للعلامة التجارية ديالك. وباش تضيف الشعار والأيقونة المفضلة للمتجر ديالك الأمر جدا بسيط، من خلال لوحة التحكم الخاصة بك. إلا كنتي غادي تخدم بالقالب الكلاسيكي التيم الافتراضي اللي كيجي مع إنشاء متجر جديد، فاضغط على قسم الإعدادات ثم خيار عام، وفي الإعدادات العامة كتنزل لتحت غادي تلقى هذا الحيز خاص بالشعار والأيقونة المفضلة. حاول أنك تلتزم بالتوصيات اللي حطيناها هنا بخصوص حجم الصور. وبالنسبة للشعار كيمكن لك تحذف هذا اللي كيجي افتراضي مع إنشاء متجر جديد، وضغط هنا بالنسبة لتحميل الشعار اللي لازم تكون وجدته من قبل عن طريق كانفا أو أي موقع آخر خاص بتصميم الشعار، أو أنك تكون كلفتي شي حد يصوب لك. المهم يكون عندك واجد في شي ملف، كتختار الملف اللي عندك فيه الشعار وكتقوم بتحميل الصورة المختارة. نفس الشيء بالنسبة للأيقونة المفضلة اللي لازم تكون جهزتيها من قبل، وكاينين مواقع بزاف اللي كيقدموا هذه الخدمة. ممكن الشعار ديالك نفسه تستعمله كأيقونة مفضلة، وكتضغط في الأخير على حفظ. وهكا إلا جينا نشوفوا المتجر فغادي تلقى الشعار تغير وأيضا الأيقونة المفضلة اللي كتكون هنا فوق. أما إلا كنتي باغي تخدم واحد من الثيمات المقترحة فمعليك غير توجه لقسم المتجر ثم تضغط على خيار القوالب. طبعا هذا هو القالب الكلاسيكي اللي كيجي مع اي متجر جديد. كتنزل لتحت كتلقى مجموعه من القوالب المقترحه، قم باختيار واحد معين وقم بتثبيته بالضغط على زر تثبيت. وبعد التثبيت كيمكن لك تقوم بتخصيصه. بالنسبه لاول مره غادي يخدم بهذا الايديتور بهذا محرر القوالب، فجهزنا واحد قائمه تشغيل واحد البلاي ليست كنشرحوا فيها هذا السيستم بالتفصيل، غادي تلقاها موجوده هنا. وإذا بغيتي تضيف الشعار ديالك بالنسبة للقوالب المخصصة، فبالنسبة للشعار فيمكن لك تضيفه من هذا الحيز هذا، من هذا الخيار هذا الناف بار إلى ضغطتي عليه. والناف بار هو هذا الشريط هذا اللي كيكون فيه الشعار والصفحة الرئيسية التصنيفات اتصل بينا ومجموعة من الصفحات اللي يمكن لك تخصصها من بعد. فبالنسبة لإضافة الشعار كتمشي للجانب الآخر وغادي تلقى اللوغو، كيمكن لك تضغط على سيليكت ايميج وكتختار فين عندك اللوغو اللي بغيتي، وبنفس الطريقة كتتم إضافة اللوغو اللي باغي. كتختار اللوغو اللي اختاريتي وكتضغط على حفظ هنايا الفوق. مبدئيا كيبان لك تمت الإضافة ديالو في الناف بار في هذا شريط التنقل، كيمكن لك تشوفو هنا أو كيمكن لك تعينو بالضغط على هذا الزر هذا. مباشرة غادي يبان لك هنا في شريط التنقل كيف ما شرحنا. بالنسبة للأيقونة المفضلة الفافي أيكون اللي كتكون هنا فغادي نضيفوها عن طريق خيار آخر. فلإضافة تلك الأيقونة كتضغط على زر الإعدادات هنايا وكتمشي للجنرال سيتينغز هاد الإعدادات العامة، وهنا غادي تلقى مجموعة من الإعدادات العامة اللي يمكنك تقوم بها، على رأسها الفافي أيكون. فكتضغط على سيليكت ايميج كتختار الصورة اللي باغي تضيفها كأيقونة مفضلة. إلا كنتي موجودة في شي ملف فكتضغط هنا وكتختار الملف، وإلا كنتي باغي تعتبر اللوغو ديالك هو نفسه الأيقونة المفضلة فكتختار الشعار ديالك وكتضغط عليه. من بعد اضغط على حفظ وكيمكن لك تعاين التعديلات اللي قمت بها، وبالتالي غتبان لك مباشرة هنا في مكانها المخصص. وهذا ما كان بخصوص إضافة الشعار والأيقونة المفضلة، وبالتوفيق.